الوقت لاستخدام ذخيرة الصمت. من أجل المعركة المقبلة. أنت بخير؟ لا أعرف ماذا حدث. غير حاضرة. صقر الشمس تالانا كين فاديش. إيلوي رغم أنف النورة. أنت قاتلة ريدماو، منقذة ميراديان. ميلو شحروري الجديد انضمت إلى مجمع الصيادين بعد معركة البرج. سمعت عن رحلات صيدنا معا. ابقي واسترخي، خذي النباتات الطبية لعلاجه. لما قطعت هذه المسافة؟ روبوتات الشرق لا تناسبك؟ كلا، أبحث عن رجل صياد من كارجا في عمري، اسمه أمادس. أتى هنا وحده منذ فترة، لكنه فقد. سأبحث عن صديقك. لقد سلكت هذا الاتجاه لسبب آخر. سرني أن تساعدي. ماذا كان يفعل هنا؟ فقد عزيزاً أثناء الغارات الحمراء. توجه إلى موقع المعركة ليدفنه. أنا وميلو كنا هناك. المعركة قريبة، ما زال بوسع المجيء. لا، اذهبي لصدى الصخرة. تعالجي، انتظريني وفكري فيما تعلمته. لكن سيشتتك الألم ولن يفيد هذا. هيا، يحتاج الصياد للتعافي كل فترة. نعم يا صقر الشمس، تشرفت بك. ستكون بخير وحدها؟ بالطبع،
شحروري تعالي، المعركة من هنا. هذه أرض المعركة. قلت شهدت غارات الحمراء؟ معركة الزهور المشتعلة. أمادس كان من الجنود الذين توسعوا في الغار. هاجم فيلقه التيمة. لا مجال للتراجع بعد دخوله. استهانوا بقوات العدو. كانت مذبحة. لم أتصور أن لديك صديقا شارك في الغارات الحمراء. اطمئني، كان من الأخيار. حاول وقف الهجوم لكن بعد فوات الأمل. وهو هارب من حميها. وتظنين أن شيئاً ما أصابه؟ اطمئني، سأبحث عنه. وعدني أن يرسل إلي رسالة. انتظرتها لكن لم أرسل. سأخذه لصباغ لاحقاً. أرض المعركة، حيث تينا ذبح جيش الضالة. العوامل الجوية محت أغلب آثار المعركة، لكن آثار الأقدام إنها حديثة. لنلقي نظرة. آثار عميقة، ربما لأوسيرم، ولكثرتها لن نميز أمادس. سأتفقد المكان. مسلاتي سيريني المزيد. أمادس كان وحده. لما الأوسيرم هنا؟ صرت مستعدة الآن لأي شيء. سلاح كارجا. النصل صادق. استخدم في المعركة منذ سنوات. نيران طهو تبدو حديثة. من عسكر بقي ليلة على الأقل. آثار خفيفة، ليست أوسيرم، ربما الكارجا. هناك أثر سأتتبعه بمصلاتي. تلانا، وجدت شيئاً. آثار تبتعد عن أرض المعركة. لن أقلق بعد ذلك من أن تنفذ. لا أفهم.
الحمل. لما ظل أمدس يمضي غربا، ربما يوجد شيء ما هنا. يبدو مكانا مهجورا. من أوتارو؟ ماذا يفعل هنا؟ ربما رأى أمارس. لنسأله. غريبتان، سأخمن. لقد ضللتما عن... لا تقلقا، لست من الكارجا الحاقدين، مجرد نابش عجوز تسره رفقتكما بعض الوقت. اسمي ليل، تبدوان ضائعتين. نحن نبحث عن رجل صياد من كارجا. إنه يسافر وحده وملابسه بالية منذ فترة. كان هنا بالفعل، كان يتفقد أرض المعركة وأراد أن يعرف ما حدث. لحسن حظه إن ليل يسمع كل القصص. جيش كارجا داهم التيناكث المتربصين، احترق أغلبهم وعاد التيناكث بالباقين إلى الغرب. رجلكما أراد معرفة وجهتهم، أخبرته أنني سمعت عن مكان اسمه القبر. ما هذا؟ سجن تيناكث أو مقبرة كارجا، يعتمد على نظراتك له. أين المكان؟ يقع في الغرب على أرض لتيناكث، ورغم ذلك لم يتراجع. كانت بعثة من أوسيرام تعسكر في أرض المعركة قبل تحركها إلى الطريق نفسه، فانضم إليها. اتجهوا غرباً نحو الجبال. شكراً يا ليل، علينا الذهاب. بالتوفيق في الصيد. سنتجه غرباً إلى الجبال، إذا وجدنا القافلة سنصل إلى أمادس. تقدمي. أمادس فقد مقربا لك. تظنين لم يموت وسجنه التيناكث في القبر؟ لا، سأنتزع هذه الحجارة الخضراء. الجبال بالأمام، يبدو هناك نفق.
نهش القذائف. لم يرنا بعد، لنستغل ذلك. الصقر والشحرورة كالأيام الخوالي. لم يرنا بعد، لنستغل ذلك. الصقر والشحرورة كالأيام الخوالي.
سأحتفظ بها. الملحوظة تركها فرد من أوسيرام. يحفر عند سد. يبدو شخصاً أعرفه. إيلوي، إنه يواصل المضي. أهلاً بك. ترى طريق مسدود. يبدو كانهيار. ماذا حدث للقافلة؟ لنتفقد. ربما يساعدك المصلاق. طلعنا، لقد وجدت شيئاً في الأنقاض. ما هو؟ من أوسيرام. ماذا كتب؟ كان مع القافلة التي مرت هنا. الملحوظة تقطعت عندما بدأ النفق ينهار. أوه، لا شيء هنا عن صياد من كارجا، وهناك قافلة مرت مسبقاً قبل الانهيار. ذهبوا إلى بئر في الجانب الآخر. إذن ربما قد وصل. هل من منفذ آخر؟ لا أعرف، الجبال منحدرة. لأعثر على منفذ. أشكرك إيلوي لمرافقتي إلى هنا. أخذت ما يكفي من وقتك. هيا خذي هذه، ستساعدك على الصيد. لحظة، كيف سأبلغك إذا عثرت على منفذ؟ سأتفقد ميلو في صدى الصخرة حين أقدر. إذا وجدت منفذاً أخبريها. حسناً، بالتوفيق. ولك. تلانا قلقة على صديقها. أردت مساعدتها لكن لا يمكن تخطي الجبال حالياً. أحتاج رمزاً لفتح الباب. ليس بيدي شيء لفعله. أنني أستطيع سحب ذلك. إمدادات أوسيرام وطريق مسدود.
تستخدم ميشيل ووكر هذا الممر بانتظام، ولارند يريد صفائح. سأنتظرها في معسكري. سأستريح وأنتظر القافلة. أستطيع استخدامها في القتال. القافلة، إنها هنا. عقد لارند ينص على إقامتهم للفخاخ على الممر. الأفضل استخدامها. Thank you.
لأجد مرجلاً لتعلم تجاوز ذلك. تبقى معهم شيل ووكر واحد. النار لم تنفع. السلاح غير ملقن.
للمضي. خردة كثيرة لي. Thank you.
يا صيادة، لقد عدت. قضيت على روبوت باندا ريندور، جلبنا غرضنا. إليك أجرك كما اتفقنا تماما. سيساعدني لصنع درع بالتأكيد، لكن أدركت درعا مصنوعة من صفائح شيل ووكر جيدة، لكن مع بعض الإضافات يمكن أن يكون أفضل، إن كنت تودين إبرام بعض العقود. ما رأيك؟